السلام عليكم الجوار. فريق كبير الخوت باغي النجم ديالنا اشرف حكيمي، بحيث باغي نستغلوا الازمه الماليه اللي عنده الرئيس الملياردير ناصر خليفي رئيس باريس سان جيرمان، بحيث باغي نجيبوا حكيمي ولوكاكو حسب الاحصائيات اللي كيقدموا هذا الموسم، كيخلوا اي فريق يبغي ينتدبهم. وهادشي اللي قالوا الصحف العالميه على البلان ديال اشرف حكيمي ولوكاكو، مقرر مغادرتهم في الصيف سبب مغادره المدرب كونتي. المهم نعطيكم علاش وكيفاش من البدايه حتى الاخر. سبق وأنا بدأ النادي الباريسي اهتمامه بضم الظهير أيمن أشرف حكيمي لما يمتلك من قدرات عالية ومستوى ثابت فضلا عن الخبرات التي اكتسبها في الموسم الأخير قارين بحال دورتموند وريال مدريد وحالي لانتر، الأمر الذي أنا أصبح أقرب من أي وقت مضى. ومساعي النادي الفرنسي ستلقى القبول في ميلان خاصة إن كان العرض المادي مغري، بالإضافة إلى رغبة اللاعب لن تحول دون إتمام الصفقة. وأيضا هناك لاعب آخر اللي هو المهاجم لوكاكو، لم يقدم ماور إيكاردي لمدير باريس سان جيرمان المردود المنتظر منه منذ قدومه من صفوف أنتر ميلانو، حيث سجل 7 أهداف فقط خلال 20 مباراة خدها في بطولة الدوري الفرنسي. وسيكون البلجيكي روميلو لوكاكو هو الخيار الأفضل لتعويض إيكاردي في تشكيلة باريس سان جيرمان، بحيث مبابي تو بغى يغادر وبالتالي غادي يلعبوا بنايمار دي ماريا ولوكاكو كمهاجم صريح، حيث أنه كيتمتع بقوة بدنية عالية بالإضافة لقدرته لاستغلال الهجمات وتسجيل معدل تهديفي مرتفع. وسجل بلجيكي 24 هدف خلال 36 مباراة لعبها في الدور الإيطالي، وهو ما ساهم في تتويج فريقه باللقب. وكما شفتوا الخوش المدير الأرجنتيني بوتشيتينو المدير الفني باقي ما استقرش على اللاعبين ديالو، بحيث باغي العديد من اللاعبين في الصيف باش يلعبوا معاه وينسجم معاه الموسم القادم. يعني كما شفتوا ناصر خليفي وبوتشيتينو باغي النجم ديالنا أشرف حكيمي، وبغينا نستغلوا الأزمة المالية كيعيشها فريق الأنتر. واش بان لكم الخوش، واش تبغيو حكيمي يمشي للدوري الفرنسي أو لا؟ بالنسبة لي الخوش مكرهش يبقى في الأنتر أو يمشي لفريق كبير بحال الباير أو ريال مدريد، بحيث باريس سان جيرمان فقط المال دون فائدة، خاصة مدرب جديد اللي نتأقلم معاه بعد مغادرة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي اللي الصحف كتقول بلي قدر يمشي ريال مدريد. هذا ما كان أخوت، نتمنى يعجبكم الخبر كما لقيت لكم لوكاكو وحكيمي على رادارات ديال باريس سان جيرمان بي اس جي الفرنسي. كان معكم أخدركم روان، تهلاو في راسكم.